رمضان 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 يا شهرنا هذا قدمت مباركا فعليك من رب الأنام سلام أحيا بك الله النفوس وأهلها فسما بها نحو الخلود صيام أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة وبنا وأنت دواؤنا آلام أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة وبنا وأنت دواؤنا آلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مؤسسة السباعي الخيرية. إنها ليالي معدودة وأيام قليلة، لو أننا استثمرناها استثمارا حقيقي وجعلنا من أهدافنا في رمضان أن تغفر ذنوبنا، ولا نزال نقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والرجاء والدعاء والأمل وحسن الظن به حتى تغفر ذنوبنا. فإذا والله غفر ذنبك فلا تسأل عن الخير الذي سيكون لك يوم القيامة، ولا تسأل عن البركة التي ستكون لك في الدنيا، لأن الذنوب تمحق بركة العمر والمال والصحة وتذهب كل شيء معها، لأن الذنوب فساد، والفساد يعم كل جوانب الحياة، فساد في مالك، فساد في بدنك، فساد في أبنائك، فساد في مجتمعك. كنت من الشيطان أقرب ومن الرحمن أبعد. فإذا قلبت هذه الموازين وغفرت ذنوبك كنت من الله أقرب ومن الشيطان أبعد. الشيطان ما يريد لك مغفرة الذنوب، لذلك إذا أردت أن تغفر ذنوبك بالصيام يبدأ يجعلك يقولك ما هذا الصوم، يعني أنا تعبت من الصيام، يريد أن يذهب هذا الأجر من عندك، يضعف قضية الإيمان والاحتساب في الصيام حتى لا تغفر ذنوبك. وإذا أردت أن تذهب إلى صلاة التراويح والصلاة في المسجد مع الإمام يزهدك فيها، يقول لك طيب هذه أصلها سنة، يعني مش واجبة، يعني لو تركت ما عليك شيء. لا، القضية ليست أنها سنة، القضية أنني سأذهب حتى تغفر ذنوبي، القضية أنا الذي سأستفيد، ليس الإمام هو الذي سيستفيد إذا صليت وراه. لن يستفيد أحد من هذه الصلاة إلا أنت، إذا قمتها إيمانا واحتسابا غفرت لك ذنوبك. الشيطان يخذلك، وأحيانا أنت تعين الشيطان على ذلك، تأكل كثيرا ويثقل بدنك، وربما لم يكن جدولك في رمضان مرتب، فتشعر في وقت الجد والاجتهاد بالكسل، ووقت النوم والراحة تشعر بالجد والنشاط، وهذا يدل على أننا لا نستغل رمضان استغلالا صحيحا. عندما يأتي اليوم الحاسم أو اليوم العظيم الذي تقوم فيه لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر حتى تكون من الذين أدركوا ليلة القدر، الشيطان يزهدك فيها، يا ابن حلال استعد، استعد للعيد، خذ الزوجة والأولاد اذهب بهم إلى السوق حتى يشتروا أغراض العيد. طيب الآن العيد ملحوق، لكن هذه الليلة إذا فاتت فاتت، ليلها فيه الخير والبركة، خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندما يكون دواعي الدنيا موجودة أنت تقول لا، أنا أريد أن أقوم هذه الليلة حتى يغفر ذنبي. الشيطان لا يريد منك هذا، الدنيا كلها تتزين لك حتى لا تغفر ذنوبك. فهل وقفت هذه الوقفة وقلت لا، أنا أريد أن في شهر رمضان هذا، وأنت أختي كذلك قولي نريد أن تغفر ذنوبنا في شهر رمضان، شهر نهر المغفرة فيه يقطعه من أوله إلى آخره، نهر المغفرة، مع أن كما قلنا أن المغفرة في السنة كلها، لكن في رمضان هناك خصوصية، فهناك نهر المغفرة يجري في هذا الشهر الكريم. فهل اغتسلنا في هذا النهر؟ وهل انغمسنا فيه حتى تغفر ذنوبنا؟ ترى ذنوبنا عظيمة، وهذا لا
يجب أن لا يبث فيني وفيك اليأس والقنوط، بل بالعكس يجب أن يبث فينا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتفاؤل وطلب ما عند الله. رحمات الله عز وجل في هذا الشهر لا تسأل عنها، ما الذي يبقى؟ يبقى فقط أن تتعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. في الشهر الله عز وجل له عتقاء من النار، فتأمل يا أخي وأنت يا أختي، تأملوا هذا وأرجوكم أن تتأملوا، وخذوا من الوقت دقيقة أو دقيقتين تتأملوا. تخيل أنه يكتب اسمي واسمك واسمك أننا نحن من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار. يا الله ما هذا الفضل العظيم. تخيل أنك وأنت تقوم والله عز وجل يطلع عليك ويطلع عليك ويقول هؤلاء أتوني طامعين في رحمتي، طالبين لمغفرتي، يرجون العتق من النار. فيأمر الملائكة اكتبوا فلان ابن فلان واكتبوا فلانة بنت فلان من عتقاء الله من النار. ما أجمل هذا. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تغفر ذنوبنا وأن تعتق رقابنا. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبلنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مؤسسة السباعي الخيرية. رمضان 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 رمضان، يا شهرنا هذا قدمت مباركا، فعليك من رب الأنام سلام. أحيا بك الله النفوس وأهلها، فسما بها نحو الخلود صيام. أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة، وبنا وأنت دواؤنا آلام. أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة، وبنا وأنت دواؤنا آلام.